شكرا للمنابر الاعلاميه ديالك اللي عطتني هذه الفرصه باش نعبر على ما دار بالجلسه الثانيه من الدوره العاديه لدوره فبراير اللي كانوا فيها بزاف النقاط اللي بينوا فيهم بدايه برنامج عمل تاع المجلس اللي كان مخطط له ما بينهم ما بين بالنسبه للتاهيل ديال الدوار الزمراني وتاهيل ديال دوار قنون والبرنامج ديال القطب الاقتصادي الكبير اللي هو ديال سوق الخضار والقطب الفلاحي اللي فيه التنسيق مع الجهاد وبرامج كبرى اللي المجلس اليوم عطى الراي ديالو بالتصويت بالاجماع على قبل باش مجلسنا انخرط في هذه المشاريع الكبرى وكانوا نقاط اخرى حتى هي لا تقل اهميه من بينها المشروع ديال سميتو ديال الديباناج كي تنقولوا ديال القطر ديال السيارات وكاين المشروع ديال باش كل نيمو اولا نقولوا باش نمشيو بنفس الخطى ما بين الجهه مجموعه الجماعات للنقل بالنسبه للباص سيتي. اذا كانوا نقاط اللي هي مهمه بالنسبه للمجلس وهنا بينا انا اللي تيهم بزاف هو انه حنا شرعنا في الدورات السابقه في برنامج عمل واليوم دخلنا في برنامج عمل في مشاريع مهيكله اللي كبيره اللي غتعطيكم عليها واحد النفع وواحد بيكون واحد تاثير ايجابي على المواطن المراكشي.